ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا وعملنا كرييت للانتيتي بتاعتنا او الموديل بتاعتنا. في الفيديو ده هنحط الانوتيشن بتاعت الهايبر نت على الكلاسات بتاعتنا. احنا قلنا هنبدا بشكل مبدئي بتو كلاس اللي هما تو تيبل اللي هو الكورس والماستر. فهنا في الكورس هعمل اد انتيتي وهدي نيم للكلاس بتاعنا اللي هو هيبقى تيبل، هيبقى كورس. انت ممكن تعمل ات تيبل وتدي له نيم تيبل وتعمل ات نيم ايكوال وتبقى كورس وتشيل النيم من هنا اللي انت حابب حسب ما انت حابب. هنا اول ما حطيت ات انتيتي قال لي لازم يكون اي دي، لازم اي تيبل عندنا يكون ليه اي دي. فانا احط هنا ات اي دي، عاوز اخليه اوتو انكريمنت ات جنريتد فاليو استراتيجي عندي فور تايب اوتو ايدنتيتي وسيكونس وتيبل. لو انت مذاكر هايبرنت هتعرف الفرق ما بينهم. احنا هنختار ايدنتيتي تمام، وفي ات كولوم نيم اي دي تمام. هنيجي على كورس نيم هنعمل ات كولوم نيم ايكوال كورس نيم. طبعا لو عاوز تفصل ما بينهم ما تحطش داش، قصدي لو حطيت داش وجيت تعمل ران البروجكت بتاعك هيطلع لك ايرور في السيكوال سينتاكس ومش هيقول لك الايرور فين، وهتفضل تدور ومش هتعرف الايرور فين. فانت تعملها اندر سكور هنا اد كولوم نيم عندك كورس بايس تمام. عندك هنا الكونتينر دي عباره عن ايه؟ عن انم كلاس في انوتيشن هايبر نت اسمها ات نيوميريتد تمام. ليها تو تايب، في اوريجينال وفي سترينج. الاوريجينال بكل بساطه لو رحت على الكونتنت، لو عندك هنا ماس مثلا وساينس تمام، لو عملتها سترينج، لو هنا عملتها سترينج هيروح يخزنك في داتابيز سترينج زي ما هي، يعني هيروح يخزنها لك ماس وساينس. لو انت جيت تعمل مثلا كورس جديد هيديته مثلا 1 مثلا ده الاي دي بتاعه 1، والكورس 2 مثلا ماس، والسترينج كورس برايس، والايه الكونتنت بتاعته عاوز تعملها ماس، فانت هتختار الماس هو هيخزنها كسترينج. اما لو خليته اوريجينال هو اوتوماتيك هيرقم الانم بتاعه في الكونتنت دي 1 ودي 2، يعني ايه هيعمل مارك على كل واحده بترتيب دي 1 دي 2 اللي بعدها 3 4 ويخزنها 1 2 3 4. بما اننا احنا عاملين هنا اصلا انيوميريتد ومدين له كونتنت، يعني ده بدل الكورس نيم، ده بدل الكورس نيم، مش ملوش لزوم نعمل بقى كورس نيم. احنا عاملين اصلا الكونتنت بتاعنا فملوش لازمه الكورس نيم، هي هيها تمام. وهنا ده الربط. دلوقتي هنشوف الربط. لو رحنا للماستر تمام، انا هوقف الفيديو واعمل نفس اللي عملته هناك بس عشان وقت الفيديو ايه ما يكونش ايه طويل تمام. يا جماعه رجعت لكم تاني، حطيت هنا اد انتيتي والنيم تيتشر، ده ماستر عادي، ده اسم الكلاس تيتشر، انا عاوز اسم التيبل تيتشر، حطيت تيتشر عادي خالص. عملت الاي دي بتاعنا زي ما عملنا في الكلاس اللي فات، والكولوم والكولوم، وهنا الانيوميريتد عملتها زي الكلاس اللي فات، مش مفيش جديد. هنيجي بقى هنا في جديد في الديت، ده انا عاوز يحط مثلا الديفرسي ديت بتاعه. ففي انوتيشن اسمها ات تمبرال تمام، عندك نوعين، في ديت وفي تايم. والله لو عاوز تحط، لو عاوز تحط الديت فانت تعمل ديت، لو عاوز تحط الوقت تايم، لو في يعني مثلا في سيستم تاني عاوز التايم مثلا اللي العميل مثلا سجل فيه هتعمل تايم تمام. في هنا بقى اتنين دول عاوزين نفهمهم، في حاجه اسمها برايفت ديت داتا كرييتد وبرايفت ديت لاست ابديت. انا عاوز اعرف يعني مثلا هنا الماستر عمل اكونت، حط الفيرست نيم واللاست نيم والجندر بتاعه والاج والفون والادرس تمام والديت بتاعه. هنا انا عاوز اوتوماتيك من غير ما هو، من غير ما اليوزر يحط، لا انا عاوز اوتوماتيك اول ما يعمل كرييت للاكونت بتاعه يروح يقول لي، يعمل لي كلهم يقول لي ده اتكريت مثلا في الوقت كذا او في تاريخ كذا. فانا عندي انوتيشن اسمها ات كرييت تايم ستامب، ده اول ما انت تحطها كده كده اول ما يعمل يحط مثلا الماستر بتاع الماستر او التيتشر يحط الداتا ويعمل كريت الاكونت، هو
اوتوماتيك هيروح يشوف الوقت اللي هو خزن فيه اللي هو عمل فيه كرييت ويحطها في الكولوم بتاع الكولوم ده. تمام، وعاوز احط ات كولوم نيم داتا ديت اندرسكور كرييت. هنا بقى نفس الفكره بس انا عاوزها ايه؟ ابديتد. تمام، فانا عشان اعملها ابديتد، هو يعني ايه الاول ابديتد؟ يعني ايه لاست ابديتد؟ هنا لو اليوزر مثلا دخل عدل في البيانات بتاعته التيتشر مثلا اسمه، غير اسمه او غير مثلا الاج بتاعه ايا كان، غير اي اتريبيوت هنا، فانا عاوز اعرف اخر ايديت عملها على البيانات ديت انه في انوتيشن اسمها اد ابديت تايم ستامب كده. اوتوماتيك اوتوماتيك هيروح يتخزن في الداتابيز اخر ميعاد عمل ايديت على البيانات بتاعته. وهنا الكورس ده ايه؟ ده الربط ما بين الكلاس الثاني. يا رب يا جماعه يكون الفيديو واضح، وما ننساش طبعا نرفع الملفات بتاعتنا على جيت هاب. احنا كده عملنا كل حاجه، الفيديو الجاي هنعمل الربط ما بين الجدولين. تمام، هنروح على الريبوزيتوري بتاعتنا، هنختار ال education angular. تمام، هنعمل ايشو جديده نيو ايشو، هنعمل مابنج كلاس اللي هو الكورس ايه والماستر. تمام، assign yourself submit new issue. تمام، هاخد ده كوبي هناك، هروح اعمل اد الفايز التحتي، اعمل كوميت كنترول في، ممكن تغير هنا خالص عادي خالص، اهم حاجه في الاخر يكون هاش والرقم اللي هناك. تمام، حط هنا كلوزز، ده مجرد كوميت كوميت يعني كومنت بتبعته مع الكوميت بتاعك، ده الكوميت مسج. تمام، ده ممكن تغير فيه، ممكن نعمله مثلا بوت انوتيشن ايا كان، بس اهم حاجه في الاخر يكون هاش والرقم اللي هو هناك. وكلوز ديت تقفل لك الايشو بتاعتك. كوميت اند بوش بوش، هنستنى قبل ما يعمل بوشنج. هنا كلوز، هنا اوبن اهي، اوتوماتيك هيعمل كلوز وهيحط لك الكوميت بتاعتك. تمام، يا رب يا جماعه يكون الفيديو واضح، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.